داعمات، نحن نتابع هذه الصور أو مشاهد اعتراض الصواريخ في سماء تل أبيب منذ بعض الوقت، حيث كانت دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وفي وسط إسرائيل. إذن هذه الصور متداولة لاعتراض الصواريخ في سماء تل أبيب منذ بضعة دقائق، حيث كانت رشقة من الصواريخ حاولت استهداف تل أبيب ووسط إسرائيل من الجانب اللبناني، تحديدا حزب الله. نعم عماد، يعني نعود للنقاش معك. نعم، يعني كنت أقول تماما بأن إسرائيل تسعى الآن إلى اختبار ومعرفة قدرة حزب الله المتبقية الصاروخية بعد أن قامت بقصف مكثف لمنصات صواريخه ولمخازن الصواريخ، ليس فقط في الجنوب وإنما أيضا في البقاع. دعيني أذكر بأنه حينما اغتالت إسرائيل أرفع، حينها كان أرفع مسؤول عسكري وهو قائد وحدة انتصر طالب سامي عبد الله، الرد فعل حزب الله كان إطلاق مئات الصواريخ، ليس فقط صواريخ الكاتيوشا وإنما صواريخ أخرى على إسرائيل. حينها كان يمتلك ربما القدرة أكثر من الآن، ولكن بالطبيعي يعني طبعا أو ممكن أن يكون هذا تكتيكا عسكريا متبعا من قبل حزب الله، يعني لتخبئة مفاجآت أو يعني البقاء على جهوزية بالنسبة لقدرته على إطلاق مزيد من الصواريخ. وربما هذا الصاروخ الذي كنت أو كنا نتابع إطلاقه على مدينة تل أبيب يريد أن يثبت حزب الله قدرته المتبقية على إطلاق هكذا أنواع من الصواريخ، لأنه على سبيل المثال قبل 17 سبتمبر كان هناك تصريح لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، قال حينها أن حزب الله لا يريد الحرب لأنه لا يرى جدوى منها، ولكن إذا حصلت فإن أعداد الضحايا على جانبي الحدود ستكون ضخمة، ربما في إشارة إلى قدرة حزب الله على إسقاط أعداد كبيرة من الضحايا على الجانب الإسرائيلي، ولكن هذا ما لم يحصل حتى الآن، وهذا ما تريد القيادة العسكرية الإسرائيلية ربما من معرفة مدى نجاعة أو مدى قدرة حزب الله بعد على الأقل من الناحية التكتيكية على إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد أن قضت تقريبا بشكل شبه تام على معظم القيادة، خاصة في الوحدات الصاروخية ووحدات المسيرة. نذكر تمكنها من اغتيال إبراهيم قبيسي وهو قائد الوحدة الصاروخية في حزب الله، محمد حسين سرور وهو قائد الوحدة الجوية والمسيرات، بالإضافة إلى حتى أركان تلك الوحدات الصاروخية. تمكنت إسرائيل بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي عن تمكنه من اغتيال معظم المسؤولين عن القدرات الصاروخية التي تمتلكها. أعذرني على المقاطعة، الآن نتابع على الشاشة لحظة سقوط صاروخ في وسط إسرائيل، ويبدو أن هذا الصاروخ كان قد انطلق منذ بعض الوقت مع الرشقة الصاروخية التي أطلقت باتجاه تل أبيب ووسط إسرائيل، ونحن نتابع لحظة سقوط صاروخ في وسط إسرائيل. يعني أيضا تبدو حركة المرور واضحة في هذه النقطة حيث سقط الصاروخ، إذن يعتبر ذلك تصعيدا لافتا من جانب حزب الله لناحية وصول هذا الصاروخ إلى هذا الهدف. أيضا نتابع هذه الصور المباشرة من حيفا في شمال إسرائيل، حيفا المدينة التي غالبا ما تتعرض لرشقات صاروخية من قبل حزب الله، ويتم اعتراض أغلب تلك الصواريخ التي تتجه من الجنوب اللبناني باتجاه المدينة. إذن أيضا نتابع هذه الصور قبل بعض الوقت، ونستمع لذوي صفارات الإنذار التي انطلقت إثر الرشقات الصاروخية. نستمع. تابعنا كل هذه التطورات الميدانية، أريد أن أشكرك مفدنا عماد الأطرش على كل هذه المتابعة والتغطية، كنت معنا من منطقة الحدث المطلة على الضاحية الجنوبية، سنعود إليك فور ورود أي جديد بأمان الله. متابعة للتطورات على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، نتوسع في النقاش مع ضيفنا من نيقوسيا منسق تجمع من أجل السيادة
نوفل ضو. مرحبا بك سيد نوفل، تطورات متلاحقة ومتسارعة، لكن يعني أذهب معك بهذا النقاش إلى زاوية مختلفة. هل تسعى إسرائيل في هذه المرحلة لملاحقة وتتبع واغتيال أيضا قادة ينتمون إلى فصائل حليفة لحزب الله؟ يعني رأينا بالأمس اغتيال 3 قياديين في منطقة الكولا واستهدافهم، أيضا خلال الليل يعني غارة على مخيم عين الحلوة بصيدا. من الواضح أن الجانب الإسرائيلي يسعى في موازاة الحرب التقليدية القائمة على الجبهات إلى ممارسة أكبر عدد ممكن من عمليات الاغتيال التي تستهدف القادة الميدانيين أو التي تستهدف المسؤولين الذين يقومون بعمليات التنسيق بين الفصائل التابعة لمحور الممانعة بشكل عام. والهدف من ذلك هو بطبيعة الحال التأثير على مسار العمليات العسكرية والميدانية على أرض الواقع. لاحظنا في فترة 48 ساعة الماضية أو 24 ساعة الماضية أن الجانب الإسرائيلي ركز في استهدافاته على بعمليات الاغتيال على الفصائل الفلسطينية وتحديدا على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعلى حركة فتح في مخيم عين الحلوة الليلة الماضية من خلال محاولة استهداف منير المقدح. عمليا كل هذه العمليات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية تعتبر كلا لا يتجزأ في الحرب الدائرة. واضح أن هذه الحرب يستخدم فيها الإسرائيليون جميع قدراتهم المتاحة، والمميز فيها هذه المرة أنها ركزت بشكل كبير جدا على النواحي المعلوماتية والاستخباراتية لاستهداف أكبر عدد ممكن من الكوادر والمسؤولين سواء على مستوى القيادة أو على مستوى يعني الأشخاص الوسطيين أو على مستوى قادة الوحدات الميدانية. وبطبيعة الحال نلاحظ أيضا أن على الرغم من كل عمليات النفي التي يتولاها حزب الله أو التي تتولاها حركة حماس أو بقية الفصائل من أن هذه العمليات لم تؤثر على التركيبة القيادية وعلى الهرمية العسكرية، بدون أدنى شك أن هذه العمليات أثرت بشكل كبير. بطبيعة الحال لم تؤدي إلى القضاء نهائياً على قدرة هذه الفصائل على القتال، ولكن من دون أدنى شك أن القدرات على التواصل على التنسيق على متابعة الأمور بشكل جماعي لا بد أنها تأثرت إلى حد بعيد. سيد نوفل، هل تعتبر أن استهداف هذه الجماعات أو هذه الفصائل التي تطال المخيمات أو التي تطال يعني فصائل حليفة لحزب الله تؤثر بنفس القدرة مثل استهداف حزب الله تحديداً؟ عمليا إسرائيل لا تقوم فقط بعملية على جبهة واحدة، هي تقول بأنها تريد أن تفكك كل الأذرع الإيرانية في المنطقة سواء على الساحة اللبنانية أو الفلسطينية أو حتى السورية وحتى في بعض الأحيان داخل إيران أيضا. هذه العمليات تسعى من خلالها إسرائيل هذه المرة إلى محاولة أن فكفكت المنظومات العسكرية التابعة لإيران في المناطق المحيطة بالحدود الإسرائيلية.